السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سكارك جيمز في حلقة جديدة من لعبة جديدة من سلسلة ستيكمان. النهاردة هنلعب لعبة اسمها ستيكمان سكول سكيب 3. صراحة جربت 1 و 2 ما عجبونيش، بس لما جربت 3 عجبتني اوي، فيلا بينا نلعب. طيب فكرة من سكيب مش مهم. طيب ما فيش اختيار عندنا غير الباب. طيب اضرب الباب ولا يعني انا اخترت اون البتاع دي. طيب تمام، بنظم نفسي. يلا امشي بقى يا عم، نروح من الناحية التانية. طبعا مفيش مشكلة، مفيش اختيار تاني، مفيش مشكلتين. طيب نروح لده طبعا، بتاعت الكمبيوتر. مقفول، افتحه. ابيض برمن. غلط تاني. بين ازرق فاتح، احمر، ازرق غامق، اسود. فتحته. طيب طبعا هقفل الباب عندي، خلي المدرس يجري. تمام تمشي بقى، هيروح الناحية دي. نروح قافلين على الباب ونخرج من الباب هنا. باب ايه تاني؟ خلاص هما ليه بيخيرونا وهو ما فيش اختيارات؟ يعني عارف يفتح الباب ازاي؟ طيب متهيألي أنا شوفت علامة سيف جيم تحت. طيب نظم ضربة القلب تاني، أو ضربة القلب مش تنظيف مش تنظيم النفس. خلاص ايه كل شوية. ليه حاسس ان في لاج؟ ولا هي بقت تمشي بالراحة؟ ايوه صح.
مش كل شوية. طيب وبعدين يعني خلاص نسيت عمو، خلاص ابعد. طيب ماشي، المرة دي بقت بسرعة. الباب بتخيروني ليه طالما مفيش اختيار تاني؟ هو نفس السيستم مقفول برضو. حروف N A M K C I T S. طيب انا جمعتها جملة عشان افتكرها. نيم مش فاكر. متهيألي كانت كده. صح ولا غلط؟ صح، خدت هاكر. طيب ايه الباب ده؟ ايوه صح. حرام حرام. كده طب ما دي تفك الرباط وخلاص، المشكلة بتبقى في الإيد بس. ماشي طيب، ايوه طيب فتحت الباب. ايوه عشان هو يستاهل. طيب دخلنا باب الامن او اوضه الامن عموما. طيب لودينج. بسرعة 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 بسرعة. قفل الكمبيوتر تاني. نيم كي تس. طيب صح كده. طيب ايوه ايوه كده. هو طبعا يا شباب هتلاقوني فاهم شوية في اللعبة لأن جربت ألعبها قبل كده. طيب في طريقتين، المفتاح والتليفون.
هنجرب دي مرة ودي مرة. نجرب التليفون الأول. نظم ضربة الأقل. استعجلت ليه؟ ثواني ثواني نجرب دي تاني عشان شكلها هتنفع. لا مش من الأول حرام. طيب يا شباب هعمل الحتة دي وارجع لكم. ورجعنا هنا تاني يا شباب. هجرب التليفون تاني. طيب احاول ما اتسرعش المرة دي. تمام 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 ايوه خلاص يا عم اخلص. ايوه اتقبض على المدرس الشرير. طيب يا شباب ورجعنا هنا تاني عشان نشوف ايه اللي هيحصل لو استخدمنا المفتاح. نختار المفتاح. المفروض ان دي صح. صح. طيب كل ده حصل لما حطيت المفتاح في البتاع ده. ايه البتاع ده؟ نسيت اسمه. كول سكيب 3. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك سبسكرايب كومنت شير. مع السلامة.